السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جالي بيقول لي هل مرتبات البيم أعلى من التصميم والتنفيذ؟ يبقى احنا كده بنقول إن في حاجة اسمها تصميم تنفيذ بيم، يعني دي بقت حاجة مستقلة. لا، هو في تصميم وتنفيذ وتشغيل، بقى عندنا تصميم وتنفيذ وتشغيل إدارة المبنى. التصميم بحتاج تولز معينة عشان أتفاهم مع الآخرين، ممكن أجيب ورقة وقلم وأشرح لهم بورقة وقلم، ممكن استخدم الاوتوكاد، ممكن استخدم البيم، ممكن استخدم الفيرتشوال رياليتي، ايا كان الحاجه اللي انا هستخدمها فانا هدفها ان انا الافكار اللي في دماغي دي اوصلها للاخرين، يقدروا ان هم يشوفوها ويقدروا ان هم يفكروا معايا بنفس التفكير، ويبداوا ان احنا تبقى في فكره موحده عند التيم كله ونقدر نشاركها مع صاحب المبنى يعني او المالك. فمفيش حاجة اسمها يبقى أركز على البيم أو أركز على التصميم، لا، التصميم هو الأساس والبيم مجرد تولز اللي هتخليني أشارك التصميم ده مع الآخرين. زي ممكن بدل البيم أستخدم الأوتوكاد، ممكن ورقة وقلم، ممكن يكون مشروع صغير ورقة وقلم وأشرح للناس الفكرة توصل إزاي، خلاص الموضوع وصل. ممكن أستخدم تقنية أعلى تقنية أقل، مفيش مشكلة، دي مجرد رسمت بقلم رصاص، رسمت بقلم جاف، رسمت بمسطرة، رسمت جبت حتة خشب ورسمت، المهم إن أنت وصلت فكرة. فمفيش معنى ان يبقى في الشركة ناس بتصمم وناس بتعمل بيم، ده بيعمل مشاكل كتير جدا. المفروض اللي بيصمم بيبقى عارف شوية التولز بتاعت البيم دي ويبدأ ان هو يبني، انما يبقى هو بيصمم اوتوكاد مثلا ويبعتها لي وانا اعيد الشغل، ولو هو عمل تعديل اضطر ان فبتلاقي دبل وورك في الفلوس وفي التكلفة، فالافضل يبقى هو حاجة واحدة. فمفيش حاجة اسمها مرتب البيم اعلى من التصميم ولا التنفيذ، لا، فيها اسمها وانا شغال مصمم، تمام، لو انا بعرف في الاوتوكاد خلاص يبقى مرتب اكس، لو انا بعرف اوتوكاد وبيم فانا عندي قيمه اضافيه، كاني اتعلمت استدامه، كاني اتعلمت اداره مشاريع، كاني اتعلمت لغه، تمام، فده بيزود المرتب بتاعي. بتلاقي في شركات كده تقول لك احنا عايزين نشتغل مثلا بيم فمحتاجين بيم انجينير او بيم مانجر او بيم كوردينيت، فبيبقى مرتبه اعلى سنه من اللي هناك. مش معنى كده ان هو ما يفهمش حاجه في التصميم وما يفهمش حاجه في التنفيذ، او مش معنى كده ان هو هيبقى قسم لوحده مستقل عن التصميم والتنفيذ، دي مس اندرستاند او في سوء فهم في الموضوع. لا، هو نفس الشخص اللي بيشتغل تصميم سواء معمار او انشاء او كهروميكانيكال بيبقى عارف البيم، فبيبقى عنده قيمه اضافيه، فبنزود المرتب بتاعه مثلا 1.1 حاجات يعني ايه من هذا القبيل، تمام، حسب حاجة المشروع، وحسب ممكن يكون المشروع مش محتاج بيم او المشروع الزامي في البيم، فساعتها احنا مضطرين ان احنا ندفع مرتب اعلى بحيث ان احنا نكون فريق من البيم، تمام. فمفيش حاجة اسمها الناس كتير بتقول لك ايه انا هشتغل بيم وماليش دعوة بالتصميم والتنفيذ، لا، كل اللي بيشتغل في التصميم بيبدأ ان هو يتعلم البيم، كل اللي شغال بيم لازم يبقى فاهم تصميم، ايه اللازم ان انا عملت مبنى حلو والوان وشكله جميل لكن الانشاء بتاعه غلط، حسابات الانشاء بتاعته غلط او حسابات التكييف غلط، ملهاش اي لازمه خالص، بالعكس ده هيضر المبنى.